بدي بلش مباشرة مع دكتور طوني خير الله. دكتور طوني خير الله، حضرتك شهدت على حالة مرضية هي أدت في النتيجة إلى بتر ساق أحد المرضى اللي كان عم بيعاني من كورونا، وبعد ما صار نيجاتيف بكورونا اضطريتوا إنكم تعملوا له عملية بتر لقدم. وليش؟ مساء الخير استاذ كوني، عم تسمعني منيح؟ عم كيف بسمعك. في شو عطل بالواي فاي؟ عم بسمعك، تفضل. دقيت لي انت اول اسبوع، وللاسف اليوم اجتني حاله مثل اللي خبرتك عنه، يعني صار في حالتين بظرف 10 ايام. نعم. اثنيناتهم الحالتين بيشبهوا بعضهم، يعني مريضين بالعقد التامي من عمرهم تقريبا، وتفاجئنا انه بعد حوالي 7 ايام شخص، والشخص الثاني بعد 20 يوم من شفائهم تفاجأنا بجلطات بالساق، يعني أول شخص بالساق اليمنى وثاني شخص كمان بالساق اليمنى، وأنواع الجلطات اللي عم نشوفها بهيك مرضى غير الجلطات اللي متعودين عليها. يعني نحن كنا معودين على جلطة مسمية جلطة حمراء بتضرب الشريان حسب قياسها بتسكر الشريان اللي تلقط فيه، بينما هالجلطات بعد الكوفيد 19 عم بيكونوا جلطات عم يضربوا الشرايين الرفيعة يلي مثل كابيلير، عم تعمل انسداد تام للشريان الرفيع للشريان الكبير. يعني حاولت مع اول مريض انا اعمل بنسميه نحن فوجرتي، يعني تميل، يعني الجلطه تميل. نوع من التمييل للشريان. نعم نعم، عم بسمعك. نعم، عملنا مش تمييل، عملنا يعني غير انه التمييل عملنا سحب، عمليه نشيل الجلطه من اجره، كانت نتيجة ممتازة، بس بعد 3 أيام من بعد ما شلنا عملنا أول عملية مجددا كان في جلطة تانية. طيب هو الكورونا السبب؟ عملنا له عملية. الكورونا هو السبب؟ أكيد أكيد. هلا هني أكيد مرضى عندهم مشاكل بالشرايين، يعني في تصلب بالشرايين، بالشرايين جيدة أو سان بنسميه أرتير سان، كان في مشاكل بشرايينهم مع الكوفيد زادت هالمشاكل وصار في انسداد. يعني حاولنا كثير اول مره وثاني مره وثالث مره حتى وصلنا اخر شيء للاسف على بتر الساق وفوق الركبه. يعني بدي اساله، لو لا سمح الله كانت هذه الجلطه بمكان اخر غير الساق، كنا رحنا الى ممكن حاله وفاه؟ يعني لو صارت بالريه، بالمخ، بالقلب، هالاثنين هو بتصير اجمالا، ما بصير جلطه بالقلب، بصير جلطه يا اما بالشريان على الرئة، أو بصير جلطات على الرأس مثل ما صار مع الزميل الجنرال، مع الشخص الجنرال خبروك الدكتور حنا صارت برأسه، فيها تصير بالإيدين كمان، وفيها تصير. طيب بالأهم شيء أخطر شيء لما تصير بالمصارين أو يعني بنسميه نحن بالبارتي فيسيرال بالبطن، يعني نعم على الكلاوي. كلاوي، لأنه في عندي حالة كمان أنا بس لوضعه، لأنه كمان هو بجهاز أمني ما بيقدر يطلع على التلفزيون كمان بعد الكوفيد. اللي فهمته أنه صارت الكلوي ترشح، ما فهمت شو يعني ترشح. لا يعني بس يعني هو لما يسكر الشريان الكلى أو حيالله شريان بيعمل بسميه نحن مثل جرحة بتموت هالمنطقة اللي كيف تتغذى بالشريان، لأنه صار في انسداد بالشريان بسميه نحن مثل أنفاكتوس، يعني لهالسبب لهالسبب مفروض كل مريض كورونا لما يشفى يضل على الأسبرين أو مسيل الدم لفترة. هلا نحن بدي عم بيصير في شوي اوفر انديكيشن، في تعطيك شويه تعليمات اللي انا حسب خبرتي الشخصيه، يعني نعم بعض المرضى يلي بيكونوا بالبيت يعني اسيمتوماتيك ما عندهم ولا اي عوارض، مش بحاجه نعطيهم مسيل، لانه الاشخاص عم يتحركوا بالمنزل، نطلب منهم يجي. بينما الشخص لما يفوت على المستشفى بيكون الحركه عنده اخف، بس هو متعرض اكثر لجلطات، مجبورين نعطيه مميع للدم، يعني مثل انتي كواجولون انتي اجريجون. انا المريض اللي بيكون طالع من بعد كوفيد اللي كان قبل المستشفى بنضل نعطيه على 10-15 يوم، لانه مش حيطلع نشيط ويتحرك بقوه مثل شخص ما بوشي. دكتور خير الله، بدي انتقل الى رامي خليفه. رامي عمل فيديو نزله على السوشيال ميديا عم بخبر عن تجربته مع شيء جديد هو بيعتبره، انه بعد ما كان فاقد حاسه الشم وحاسه الذوق رجعت له حاسه الشم، بس هي نفسها على يعني بشم كل شيء بنفس الريحه، ريحه عفوني
ريحه كريهه. يا ريت بتخبرنا رامي بيقربك بالاول؟ لا ما بيقرب من العادي. من وين رامي؟ خليفي وين؟ البترول قراب. قراب. اهلا وسهلا فيك رامي. شو صار تحديدا معك؟ اكيد بونسوار استاذ توني، وبونسوار ضيفك الكريم، ومبروك على البرنامج وميرسي لاستضافتي. بالضبط انا اللي صار معي انه بايلول صار معي كورونا. تقريبا عوضي كانت كثير طفيفه، ضينتني تقريبا اسبوع، وبعد اسبوع فقدت حاسه الشم والذوق. هلا انا تعملت بي سي ار تقريبا بعد 2 ويكس من اول عارض، لانه اعتبرتها كثير خفيفه، بس وسوست سو طلع نيجاتيف البي سي ار. بس قال لي الحكيم انه على الارجح انت معك كورونا، لانه كان معك كل عوارض تبع الكورونا، خصوصا فقدت حاسه الشم والذوق. سو اللافت بهذا الموضوع انه فقدتها لشهر باكتوبر، صحيت منها كومبليتلي. بس لحظه خليني امشي معك شوي رامي. رامي فقدت لشهر بعد ما شفيت، يعني بعد ما صرت نيجاتيف بقيت على شهر، ولا هي المده الكامله ما هذا بالاول؟ لا بس صحيت من العوارض بعد تقريبا شهر، ضليت فاقد حاسه الشم. بس كيف عرف انه كورونا؟ اول عارض شهر وجمعه رجعت طبيعي انا. نعم رجعت طبيعي ولا صرت تشم مثل ما انت قايل بالفيديو؟ نعم في انتنسيتي للقصص، في قصص عم شمها طبيعيه جدا، في قصص بانتنسيتي اقل. مثلا لفتني لانه وصلت بديسمبر، لفت انه وقت تعسات بعد شهر ونص لاحظت انه بديسمبر في قصص عم شمها هي ذاتها، وكاتيجوريز مختلفين كليا عن بعض. مثلا عم شم ريحه البارفان مثل ريحه الديودوران، مثل ريحه الاجز، مثل ريحه البصل، مثل ريحه الثوم. فهون حسيت انه لا في شيء غلط، ما اخذت واعطيت اول شيء. بس بعدين فت عملت ماي ريسيرشرز، فت على الميديكال ويب سايتس الى اخره، لفتني انه في هذه الحاله اسمها باروسميا، واللافت بالموضوع انه بلبنان ما حدا عم بيعمل كفرج عليها. فقلت انا بركي بساعد حالي وبساعد الناس كلها تعرف، بركي اللي مش عارف انه معها اياها اكيد. وهيك عملت بالفيديو، قلت بركي باخذ انفورميشن اكثر تقدر اشوف شو الحل، لانه ما في الا تقريبا باليو كي وباليو اس. عليكم هي دكتور مرقت طبيعي، مرقت علينا. شو هي هي؟ لقلك ليه؟ لانه انت بتعرف الفيروس بس يفوت اكثر عصب بالجسم عنده مفاتيح للفيروس اللي بده يفوت منه هو العصب منخل. الشم. لذلك هذا العصب لانه بحب اللي يفوت على الخلايا بالايس 2 انهبيترز اللي موجودين بعصب الشم اكثر شيء، بعدين بيجوا بالاعصاب الاخرى خصوصا عصب الذوق. لذلك اول شغلي من الاطباء اللبنانيين كانوا من الاوائل اللي انتبهوا اول شيء لفقدان حاسه الشم. مع الوقت صرنا نشوف مش بس فقدان حاسه الشم، صرنا نشوف ايضا مثل ما عم يشوف رامي انه في ناس صاروا بيشموا نفس الشيء، او في ناس بيدوقوا نفس الشيء. بيقول لك انا مثلا دقت اكلي ملحه بس ما بعرف شو هي، او بيشم نفس الشيء، او بيطلع على له كل الروائح مثل بعضها تقريبا. وهيدي بتروح ولا بتضل؟ هيدي عاده بتروح مع الوقت. بعد قد ايه وقت في الى بتعرف بتعرف بتستغرب؟ يعني في ناس بيقعدوا عندهم بعد اسابيع واشهر، لانه في كثير بيسالونا مثلا نحن بعد رايحه الحس يعني أنا بترجع. انا في عندي مرضى صاروا اكثر من 3 اشهر وبعد ما رجعت كم بعد بس ما بترجع. ان شاء الله نتامل ذلك. ساره اسماعيل، ساره اسماعيل تعاني من دقات قلب سريعه وهر شعر بشكل غريب. بونسوار ساره. سنور. سارة من وين حضرتك؟ من بيروت. من بيروت. سارة شو صار معك تحديدا بعد ما خلصتي كوفيد؟ يعني لما شفيتي من الكوفيد 19 قلتي انه بلشتي تحسي بهر شعر ودقيت قلب سريعة، صح؟ صح 100%. من بعد ما خلصت كورونا قلت خلص انا انشفت منه. لا بالعكس، صار عندي عوارض تانية وعلى أقوى. أنا جتني يعني كورونا يعني على شكل خفيف. سألها صابت الغدة تبعيتها؟ من هذا صرت أحس بدقات قلب سريعة. صابت الغدة صرت أسأل أنه بالفعل أنه هيك بيصير بالواحد أنه بيحس بهذه العوارض. رحت عند دكتور كفات قال لي بالفعل هيك لازم أخذ دواء. طيب سؤال عم بيسأل دكتور بزري. أعمل سكول. سارة عم بيسأل دكتور بزري إذا صار عندك مشاكل بالغدة أو أوريدي عندك مشاكل بالغدة. أو لا أبدا ما عندي مشاكل بالغدة. بعد عندك الأعراض؟ بس هر الشعر بشكل كتير غريب عم بيهر. عملي فحص الغدة الدرقية، لأنه أحيانا عم نشوف ناس نتيجة التهاب الفيروسي تبع الكورونا عم يصير في التهاب بالغدة الدرقية، بيعمل هر وبيعمل طرقة قلب وبيعمل هر شعر وبيعمل أحيانا ضعف بالوزن وشوية توتر حتى، واحيانا الام بالرقبه شويه صغيره بالبلع. ف بعده لهلا شعرك عم بهر ساره؟ بعده لهلا اللي تقريبا شي شهر بهيدي الحاله.
طيب بهذا الظرف بيرجع الشعر بيرجع بيتحسن اذا كانت البصله منيحه او التغذيه للبصله منيحه، لكن اذا كان في سبب ميتابوليزم استقلابي يعني مثل الغده او شيء اذا صلحنا هذا الوضع، لانه بتعرف الفيروس لما بينشر بالجسم بصير في رد فعل مناعي على الجسم، جزء منه بيأثر على الغده الدرقيه. فاذا كثير مهم بكره تتابعي ترجعي بموضوع الغده، شوفي اذا عندك اشكاليه بموضوع الغده. بدي اروح عند مروان عثمان. مروان هو رياضي كان يشيل 180 كيلو جرام، اليوم عم بيقول انه 40 كيلو بالكاد عم بيشيلهم، وصار عنده ضيق تنفس وعم بينسى كثير. مساء الخير مروان. مساء الخير توني، مساء الخير لجميع المشاهدين. كيف عم تنسى مروان يعني؟ قبل ما نبلش تفضل. خلينا نبلش قبل ما نبلش قضيه الالتهابات، قبل العوارض اللي بلشت تجيني. يعني طبعا اول شيء حسيت بعوارض، فاضطريت اعمل بي سي ار طلع بوزيتيف. بقى طبعا قضيت 14 يوم عملت بي سي ار طلع نيجاتيف. هلا لما خلصت حبيت اعمل فحوصات، حبيت اعمل صور، طبعا عملت بي سي سكان، قام طلع انه في عندي التهابات بالرويه. قام بلشت مشكلتي مع الالتهابات، طبعا وصل لمرحله اني ما يعود في اخذ نفس، يعني حس. هذا بعد كم يوم؟ هذا بعد كم يوم من بدايه العوارض بلشت تصير معك هيك؟ نعم، بعد كم يوم من بدايه العوارض بلشت تحس هيك؟ لا، من بعد اول شيء انا ابتديت ما حسيت بعوارض 3 ايام حسيت، عملت الفحص اوكي طلع بوزيتيف. بقى حجرت حالي 14 يوم طبعا. نعم. بعد 14 يوم عملت الفحص طلعت نيجاتيف، بس اثناء لما خلصت حبيت اعمل فحوصات لحتى اطمن على كل شيء. عملت انا صورت في سكانر. نعم. هلا سكانر طلع عندي التهابات بالرويه، طبعا بلشت بالعلاج. اثناء العلاج كثير يعني اخذ معي يمكن 15 يوم تقريبا. طيب. حسيت حالي مرتاح، قلت لحتى بلش انا حياتي الطبيعيه. نعم. هلا طبعا لما يعني اولى الشغلات اللي لازم اعمل فيها يعني انه روح بلش مثلا امشي اركض والى اخره. هلا تفاجات بحالي لما رحت على النادي انه بلشت، حبيت انه بلش بالنادي اوكي. هلا شيء طبيعي يعني انه الواحد من بعد ما انتبيوتيك ومن بعد ادويه ومن بعد اشياء كثيره حيكون في عنده ضعف، بس مش ضعف لهالدرجه انه انا مثلا انه لنعتبر انه انا كنت شيل بحدود لانه بس انا بهمني موضوع النسيان. مروان كيف يعني كيف بتقول انك صرت تنسى؟ هلا مسألة النسيان كيف اكتشفت انه انا عم بنسى؟ يعني انا مثلا بشتغل بمؤسسه بالمحاسبه مثلا، بتخوف هاي انه اوكي. نعم. تفاجأت بحالي انه انا كنت حافظ مثلا بعض الاسماء، صرت مثلا كان قبل ما يجي الشخص دغري مثلا اعمل ايصال واعطيه اياه واخذ منه مثلا، لا هلا صرت عم باخذ وقت لحتى اتذكر اسمه، وبعض الامرار صرت عم بساله عن اسمه. برايك هيدي من الكورونا او بقرار من جمعيه المصارف؟ لا اكيد مش قرار من جمعيه المصارف. لانه يبدو نسي حسابات الناس كلها يعني المصارف. هيدي المساله يعني صرت عم حس فيها، وبعد المطارح عم تضايقني يعني. نعم.